السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا مستمتعين معانا بكل جديد. النهارده هنقدم حلقة جديدة في لعبة توم بلايدر، وهنشوف قصة المدينة الخفية والوصول للصندوق المتوج بالفضة والجبل المتوج بالفضة، وهنشوف القصة مع لارا. يلا بينا نبدأ الحلقة ونشوف مع بعض. الصندوق والخنجر استخدم الصندوق لتشكيله إلى ماذا؟ لا أعلم، يظن أن بوسعه تطهيره من الخطيئة والضعف. رجل مثله يجب أن نوقفه بأي ثمن. أنا السبب. بأي ثمن؟ سنتصرف، اتفقنا؟ أعدك بهذا. لا 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 لا، علينا الوصول إلى المدينة الخفية والعثور على الصندوق الفضي قبل ذلك. حسنا، لكن أولا علينا إيصال هؤلاء إلى مكان آمن، ثم البحث عن الصندوق. لا أحد بمأمن. إن حصل هو على الصندوق أولا علي الذهاب. أنا الوحيدة. تستطيعين وحدك فعل ماذا؟ لا تعرفين أنك السبب في كل هذا يا لارا؟ لا يدور كل شيء حولك. الناس هنا يحتاجوننا، نستطيع فعل الخير الآن. وأيضا ما الذي نسترشد به؟ لغز؟ سنحتاج أكثر من سمكة وردية وتيجان فضية لنصل إلى المدينة الخفية. هنا يا جماعة بقى عايزين يوصلوا إلى المدينة الخفية. المدينة الخفية دي لو وصل ليها دومينجوز الأول هتبقى هو اللي هيسيطر على العالم، وهم طبعا مش عايزين حاجة زي دي تحصل، وده اللي هنتابعه ونشوف الحلقات اللي جاية، لأن الموضوع لسه طويل جدا جدا جدا. وهنشوف قصة الخنجر، لأن الخنجر والصندوق الفضي هم دول الموضوع كله. فهنتابع مع بعضنا وهنشوف. وهي عايزة تعمل كل حاجة لوحدها، ودي مستحيلة، صعب لارا إن هي تعمل كل الحاجات لوحدها. طبعا سمعين الأصوات والمؤثرات بتاعة تدمير المدينة، وده هي المدينة، المدينة اتدمرت بالكامل، ما بقاش عايز اقول لكم فيها مكان ان واحد ينفع يعيش فيه خلاص. فلازم يأمنوا الناس برضو ويودوهم الاماكن اللي هي تصلح ليه، وبعد كده هم يروحوا يشوفوا عدوهم بقى الرئيسي ويحاربوه. لكن هم صعب برضو ان هم يسيبوا الناس في المكان دوت. هنا هو نهر الامازون، نهر الامازون، والاول الطياره هي ماشيه. طبعا قاعدين حزانه جدا جدا، كل واحد بيفكر في اللي جاي. وادي لارا بتبص له، تنهيد ما اروع التقسيم. والله يا جماعه اعتقد اننا نبحث عن جبل بركاني. جبل البركان ده برضو من ضمن الجبال اللي بيدوروا عليها، هو مجموعه عشان التاج الفضي. لا استطيع التوقف عن التفكير في اولئك الاشخاص، لقد فقدوا كل شيء. فعلا الناس كلها في المدينة فقدت كل حاجة أساسا. تقول الأحجية الحق بقلب الأفعى حتى الجبل المتوج بالفضة حيث يتشاور التوأم. لكن ما هو التوأم؟ يبدو أنها عاصفة خطيرة. إنها أمطار خفيفة، سنركز على الجبل الملبد بالغيوم. جبل ملبد بالغيوم، إذا عثرنا عليه كيف نتأكد أنه الجبل المطلوب؟ هي دي بقى المشكلة، الجبال يتأكدوا إزاي إن هو جبل من ضمن الجبال دي؟ تقول الجدارية سيقع المزيد من الكوارث، وأفضل ما يمكننا هو وضع حد للأمر والترينيتي. حسنا، لكن كيف لنا أن نتأكد؟ كيف لنا أن نتأكد؟ جونا، ما شعرت به عندما أخذت الخنجر. تقصدين أنك شعرت بالزلزال؟ أكثر من بل أكثر من ذلك، شعرت وكأنني أيقظت شيئا ما. أعلم أن الأمر ليس منطقيا ويصعب تصديقه، لكن ثق بي. يجب أن نثق ببعضنا، يجب أن نثق ببعض. بطل، لا طلب منك. انظري، يبدو أن لدي شيئا هنا. حقا؟ أوه جبال. لا تعجبني هذه العاصفة. ابتدأ العاصفة. يجب أن نعود في الصباح. نحن نقترب جدا. أظن أن بعض التقلبات لن توقف ترينيتي أيضا. دخلت للطيار. ميغال، هل يوجد مكان للهبوط؟ أجل، يمكنني أن أهبط قربك. أجل، لنذهب. دي رجعت مكانها يا جماعة، وهنتابع اللي جاي. شكل اللي جاي كده حاجات صعبة.
كده الحال ما يطمنش. تمسكها في الرحلة في ستسوق. الرحلة في ستسوق. لا لا العاصفة جامدة جدا جدا جدا. العاصفة رهيبة. لارا انت في المكانة تعمل ايه يا لارا؟ تعمل ايه؟ دي راحت الطيارة. وقعوا بالطيارة. لارا دايما في الصعوبات وفي الحاجات دي بتتأذى جامد 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 بأمانة يعني. برضه في أول اللعبة برضه حصل لها اتصدمت برضه صدمة كبيرة جدا لما برضه وقعت في الطيارة الأولانية. وادي الحادثة التانية ليها جاية متعلقة على شجرة زي ما انتوا شايفين. فدايما تحس إن هي في أزمات. وقعت في جزيرة. نطت على الشجر. هما هنا بيبحثوا على المدينة الخفية. اوه وقعت. يلا يا خدي بالي. هنا طبعا بنبحث على المدينة الخفية وهي دلوقتي هتبحث بقى عن اصدقائها الاول بعد كده تدور على المدينة الخفية وتدور على الجبل المتوج بالفضة. فده هنشوف ونتابع مع بعضينا. من الأصوات طفاية القرود. ودي طبعا بضعة كده من الطيارة دوائي كده زي ما بيتقال. نبص حوالينا كده مفيش حد. الشيون دخلت المية. ميغيل ميغيل مات خلاص يعني. اللي هو اساسا اللي كان سايق الطياره ميجيل ده عايز اقول لكم ان هو ده انتهى امره اساسا. معرفش بقى لسه عايش ولا لا. ده اللي هنتابعه ونشوفه. بس خد اساسا ضربه في وشه من العاصفه تنين. ناخد ديت. سيكون ذا فائده لاحقا لكنني بحاجه الى الشراب والطعام اولا. ايوه اتغذي شويه. انت محتاجه تتغذي عشان انت ما بقيتيش نافعه. ممتاز لكن لا أستطيع أكله. ممتاز ليا ولا اللي أنت خدتيه؟ مرحبا. علامات بتظهر طبعا بتنادي. هل يوجد أحد؟ الجزيرة ما فيهاش غير القرود يا لارا. أين ذهبوا؟ يجب كل واحد أساسا واقع في مكانه. كل واحد اساسا واقع في مكان لان الطياره زي ما انتم شفتوا اتقسمت وكل واحد بقى في اتجاه كده كده اكيد هيبصوا على بعض. بس ازاي ده اللي هنتابعه ونشوفه مع بعضينا. الجبل المتوج بالفضه. الجبل المتوج بالفضه اقترب. شخص ما هناك يجب ان اصل اليه. شخص عليه ما بلاش يا يارا خلينا كده هاديين كده. انت تعرفي اللي هتروحي له دوت هو ممكن يكون هو عدوك. خلي بالك هنا وانت معدية. معدي. لا لا يا جماعة ركزي ركزي. ايوه كده نايس نايس كده النط. الله عليك. جزيرة يا جماعة كلها حيوانات قرود. انت سمعتين ولا يا لارا؟ نايس نايس أستاذة. ربنا أستاذة. نار لابد أن أحدا هنا. مرحبا. أيوة جونا في خيمة. هي جونا وميجيل الاثنين مش موجودين. طب راحوا فين؟
طب كده من الواضح ان مفيش حد يا جماعة، فبدل ما المدينة الجزيرة كلها فاضية. وكده بعد نهاية حلقتنا النهاردة وطبعا البحث عن اصدقاء لارا، ده اللي هنشوفه مع بعضينا الحلقات اللي جاية ان شاء الله. يا ريت اللي يعجبه الفيديو يا جماعة اشترك في القناة وفعل الجرس لكل ما تنسوش اللايك والتعليقات، وان شاء الله تابعونا في لعبة جديدة وحلقة جديدة. مع السلامة.